طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ونور الرحمن احمد طف الله. نحن لسه في المشوار بتاع النولج انتو اكشن. في حاجات كثيره دايرين نعرفها, مستنيين الكونتريبيوشن بتاعتكم, محتاجين المساهمات بتاعتكم. من المساهمات ممكن تكون زي شنو؟ زي المكونات بتاعت الاعشاب الطبيعيه السودانيه. نحن بنعرف الحرجل, بنعرف العرديب, بنعرف المحاريب, بنعرف الحاجات دي, ونحن بنستخدمها. زول يقول لك ما عارف عنده وجع بطن, اديه حلبه, زول اديه كده. الراشنال المنطق ورا الحياه دي شنو؟ العلم, الساينس, المكونات الكيميائيه بتاعته الى اخره شنو. فاش انا معايا هنا افراح, عندها افراح, عندها كافتيريا, عندها كركديه, عندها حرجل, عندها مجموعه, عندها حلبه. فانت رساله يعني منو لما يجيك يقول لك مثلا عندي حاجه, عندي وجع راس ولا عندي تعب, تنصحه بحاجه محدده؟ افراح ممكن تقول لنا, تقول لنا كلمه يعني مثلا الحلبه دي بتدوها لمنو؟ لبسه وجع البطن. حلبة؟ اللي وجع البطن, وزول عنده وجع بطن. ليه عندي فكرة؟ لأنها مكونات طبيعية, مكونات طبيعية كلها. مكونات طبيعية هاي, لكن يعني العلم وراء الموضوع ده شو؟ يعني عندي فكرة عن فيها كم كربون, فيها كم ما أعرف شنو؟ هي أساسا طبيعية, فبالتالي ممكن تقول عندها كربون. لا, ما هي حاجة طبيعية في النهاية, عندها زي ما يقولوا مركب كيميائي محدد. زي الموية طبيعية عندها H2O, يعني في النهاية في علم محدد وراء الموضوع. ده الحرجل وده البتاع. طيب احنا بما انه ما عارفين, حاجه كويسه جدا, فرصه لكم انكم تساهموا بانه تورونا المركبات الكيميائيه بتاعت الحياه دي وفوائدها الصحيه شنو, وحتى فوائدها الغذائيه. ثاني شكرا جزيلا.